تجربة اجتماعية. تجربة اجتماعية. باي مامي. باي سند. يلا ماما بس روح برا. تشوفي عشان وش. سند باي. يطلع برا هو مبسوط. يلا باي. ايش روحك؟ خديني معي. ايش روحك؟ لا لا. صايع عيط. علي مامي. إيه؟ باي سند. تعال. يا روح ماما. تعال باي. يلا احكي لعصام وليد باي. يلا باي بس شفتك انا باي. قمة السعادة. السلام عليكم. كيف الحال؟ اخبار الشباب طيبين؟ السلام عليكم سند. سند طلع علي عطني وين. السلام عليكم سند. السلام عليكم. ياما ياما بيسلم هذا الولد. كم لي بهدل لو سمحت؟ إلا بتبهدل فينا ساعة عشان تأخر. عشان تأخرنا. عشان تأخرنا ساعة. دور سلك الموبايل ساعه. الفوت تبعي وينه؟ وبعدين يلا هلا طالعين من البيت. خلاته مع عرفنا عندك ايباد جديد توريه عامله حلو. اوكي يا جماعه السلام عليكم. حكوا شو اخباركم ورجعنا لكم فيديو جديد وفلوج جديد. اليوم يا جماعه طالعين بالفيديو الماضي حكينا لهم انه باخر فيديو حكينا لهم باخر فيديو الفيديو الجاي حيكون المزرعه اللي حنعملها بالبيت اللي هو فهلا رحيل. طبعا بابا حكى انه ما بضبط يعمل مزرعه بدون ما انا بدون ما ماما تختار. ماما راح تختار مزرعه وراح تختار بعض الحيوانات. ما حنختار بعض الحيوانات لانه في عندنا فلذلك هلا حنروح. فخليكم معنا تشوفوا الفعاليات اللي حتصير. يلا وبس. والله في خرفان. ايوه بس والله. اوكي خوان بابا حردان لحاله بالسياره. السلام عليكم. السلام عليكم. ليش حردان؟ لا لا ما تعمل حالك. لا تعمل حالك انه انت حردان. والله زعلان. والله حردان. والله حردان. هاي شوف شوف حردان. اتاخرتوا وطولتوا وشو اسمه. يوم يوم المشاتل. فلذلك انا ما عامل مشاتل. المشاتل والمشاكل. انت والله انت عامل مشاتل ومشاكل. الله يحفظك. والله ولا مشكلة عامل. والله انت 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 بتعمل مشكلة لحالك. ما بقدر اروح انا مشوار بدون ماما. الله اكبر غلط. السلام عليكم. السلام. تحياتي ابو فارس. ابو فارس دايما على الخط معنا. ابو فارس كاتب دايما. طيب نمشي ورا بعض ولا شلون؟ نمشي ورا بعض. نتقابل هناك. نتقابل هنا. لا والله مساحه كبيره نضيع الدنيا. خلينا نمشي ورا بعض. انا ماشي وراكم. يلا انت ورا. وليد القايد. هاي بستناكم. انا ما دخلني. انا بعرف شو رايح. 200 عداد 200 200 منيح كثير. استناك على الطلعه هون. يلا يلا ماشي. اوكي يا جماعه وصلنا. بابا بتامل قاعد. وقاعد اصبر قاعد اصبر قاعد بفكر فكرتي اللي حكيت اياها المره الماضيه. قلت له نجيب البيت هون وخلص. لا صح لا. صح لا. ومين اسهل نجيب البيت المزرعه ولا المزرعه على البيت؟ لا طبعا نجيب البيت لهون خلص. نجيب البيت المزرعه صح. كم نخله بدك عصو؟ خمس نخلات. تعرف شو المشكله؟ بس هي مشكله السقف عندنا ما بوصل. بس اللي كنا حنجيب نخلات يعني. صح بابا هاي بنجيب لك نخله صغيره. هيا زيها. شغلة خفيفة هون. شغلة خفيفة. بابا هاي شجرة حلوة. هلا بناخذها من البلدية. انا بكلمها. هاي. اي ما شاء الله. وما هاي نعنع صح؟ لا ريحان. ريحان. ريحان قصدي. انا بدي نعنع. انا بدي نافورة. انت في الموضوع غلط. ريحان طب اسمعي في ريحانتين قبال بعض شوف بالليل ما احلى ريحة. والله. اوكي. طب في شجرة مرمية هون؟ خوات انت. في بدنا رمان. في روزماري. بدنا رمان كمان. ايش هذه؟ هذا شجرة الدود اسمها. لا ايه؟ تشبه الروزماري. روزماري شو الروزماري؟ هذا الروز مع ماري بصير اسمه روزماري. بقول تطلع ريحتها هي عطر ذياب بتطلع. وبعدين بتجيب كمان ورقتها هيك. شوف ما احلى ريحه. يلا حبيبي يلا يلا بابا يلا يلا غير ريحه. هذا في هذا شو اسمه؟ حلو والله. هاي ما بعرف بصراحه. والله حلو. يوفي نعنع. بدنا نعنع على فكره. قلت لك بدنا نعنع عشان بس نعمل شيء نيجي نلقط من هون. هي هذا النعنع. وهي الرزماري. الرزماري حبيبي. شو اللي حبيبي؟ حبيب بحب الرزماري. مو عجباني اختياراتكم. مو عجباك؟ مساك.
اوكي شرينا لك هناك. اسمع شايف السيارة هذه؟ روح يلا ما حنطول عليك ساعة بس يلا نادور. في هاي النبتة اسمها عطرة. بدنا عطرة والله. شوف هاي النعنع معقم. خالد شوف النعنع ما أحلى. والله حلو هذا النعنع. هذا نعنع وريته. شو عصب؟ مش عارف مش عجبني. مو عاجبك؟ مو بدي مرمية. شايفين عطرة وريحانة. وبدنا بروجري. يلا عصومي. جيب سيارة. طب السيارة ما تجي لحالها. طب خذ سيارتك. أي سيارة؟ اعطيني طيب سيارتكم ما بجيبها انا سيارتي. اللي بيجيب سيارته بيجيب سيارته لحاله. ماما جاي تختارنا بتاتري كانت عند سيدو زي زمان. والله زي هيك كان عنده. في ناس بيقولها زي ورقه الخبازه اللي بسموها. شوف فايدتها. كانت بتقولها شوف ريحتها مو حلوه. سقصلي سقصلي ما اعطيتها من اصلها. هاي هاي الزهريه الزهريه حلوه. امي من يافا. امي اصليه من يافا. من شو اسمها سقصلي؟ سقصلي مزورين. احنا مزورين من عسقلان. نعم. طيب يلا هلا شو هاي شو فايدتها؟ هاي سقصلي وليد هاي ما بتعرف سقصلي؟ شايف هذا الورد الزهري؟ هاي هي نفسها. بيجي ابيض في مني بيجي اورانج في قبيزه قبيزه. انت شو رايك جاد؟ هاي ريحتها مو حلوه. مو حلوه ريحتها صح؟ خلص امشي امشي اسمع. خذ لك درس الاحياء. لا ما تلاقي شيء ثاني. يعني بيجي سقصلي 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 عمرها طويل. جيرانيا. قلت مش اصلي قال اصلي. تعالوا تعالوا تعالوا. الصوت بدنا هاي صح؟ ها انت فهمني. اسمع جيبوا تشكيله شوك. سلوى خير يلا واحد. تشكيله شوك. واحد اثنين ثلاثة. بابا مو حلوه هاي الشجرات؟ طلع 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 تحفه فكره تطلع هلا مع الرجل. هاي عامله عامله مروحه هاي شوفي خبره جايب لك. اسمع بتقول لك تطلع مع الربيع. يعني تطلع يعني بتطلع شو اسمه ورد. فكرت حامل بتطلع. ركبينا بلا بلا شو السياره في شيء حلو هون. هاي سجاده مو هديك سجاده. في نبته اسمها سجاده. دقيقه في شجره اسمها سجاده. شو يعني في سجاده. والله هي طلع في سجادة. هذا اسمه سجادة. يعني هذا ينام ولا شلون؟ اوكي تمام. هذا في ريحة يعني؟ ما في ريحة. لا سجادة لون بنفسه هيك اخضر على بنفسه. شوف جوا جوا حكى. الان يا جماعة بدنا نفرجيكم سجادة الورد. يا الله يا ورد السجادة. ورد السجادة. هو شو يعني يلا احذروا وين السجادة؟ هيا وين؟ هاي السجادة. هاي السجادة. هو يعرف. هاي شوف هاي السجادة تتميز بلونها الزهري والبنفسجي والأخضر. ترى فيها أكثر من لون. وفي لها أكثر من لون طبعاً. يما طلع هاي منظرها كثير حلو. هاي بتعيش بقول لك 200 سنة. جد والله. والله العظيم. اسمع حجي هذا كم عمر؟ عمر معي. ليش؟ هذا ما يتحمل حرارة. بس فين؟ سم بس فين؟ هذا داخلي مو برا السجادة. بس فين؟ ايش هي؟ السجادة هذا داخل البيت انسايد. طيب انت عمرك شفت حدا حط سجادة برا البيت؟ السجادة ما بنحط غير جوا البيت حد. يا اخي والله والله خليتني. شو هو؟ عندنا شجرة البامبو. مش شجرة هذه بامبو. نبتة شو هي؟ شو هي عبارة عن ايش؟ بتطلع هذا الورق. شو كان عندنا اياها في البيت القديم وماما كانت تهتم فيها أكثر من تهتم فينا. فعليا اصبروا يا جماعة. انا دب لانه الدبه بتاكل. ماما والله في تحف فنية هون حلوة. شو هاي عصر؟ انت بتعرف شو هاي طيب؟ شجرة شو اسمه؟ شو اسمه؟ هنمشي شو حلوة هون. هاي كلها عصومي نباتات داخلية. هاي احسن شو اسمها النبتة. هاي المورقة. عند شكو فيها ورق كثير. والله شو اسمها؟ بعرف ايش بصلك. ماما عمرك شفت الشجرة المورقة؟ تعي شوفي. ماما هاي شو اسمها شجرة؟ المورقة. لا اذكر والله فيها ورق كثير. طيب اشتروا شو دخل؟ طلع الورقة قديمة. ايش شب زرعها هون مثلا؟
هاي الشجرة مش حلوة. بدنا نجيب شمام نزرع. لا 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 لا. هاي شمام حبوب شمام. آه. نزرعها. طب وكم سنة بقعد عشان يطلع؟ بقعد له 3-4 سنين. جد والله. لا بعرف كم شهر. ماما. الشمام كم بقعد عشان ينبت؟ خناسي بس بده موقت يعني كم سنه تقريبا موسم يعني شنو موسم ما اعرفش موسم كره قدم موسم شو موسم يعني 4-5 شهور هيك والله هيك اوكي والله حعمل اختبار سريع حسألك عن كل نوع تمام وتحكي لي شو اسمه لا انا ما كنتش مهندس زراعه يعني جربي هاي شو اسمها ما اعرف سجاده تمام عشان انا بحكي عشان اعرفك يعني تمام هاي شو سجادة اصغر اختها السجادة طب هاي شو سجادة لا ما بصير هي من اولها يعني مش منطق هاي سجادة تعال انت بتختار على فكره هاي في عندها مسامه زيها شو هي اي وحده طبعا على ما بعرف بس طبعا ما بحب شكلها تمام تيتا اللي هي ام بابا اوكي سامع بابا ما بتحب الشجر اللي عند امك هاي بتتذكر خالد مش في عند بيت اهلك زيها بيت والله ما بتذكري عمتي مو حطها جوا ترى حطها برا في الساحه احكي لها على هواي ماما تيتا نعمه هاي الشجره كانت عندك وماما مش كثير عجبها ودخليها جوا على البيت لا خلص سبحان الله ما بحب ورق شكل ورق طيب خلص تعي صغيره يا جماعه احنا هلا بتسالني هاي بقول لك انه بتسالني شو هاي بكرك ياسمين انه اساس بعرف عصومي شو هاي النبته هاي ياسمين بس هلا ما بتطلق لانه بالصيف بدا احكيلكم بس معلومه صرنا نص ساعه عم ناخذ معلومات هذا صديق هو يقول هذا ياسمين المهم هذا هاي ياسمين شو فكرته بده حراره بدايه الصيف هيك ببلش يطلع ورد وطلع ريحه بقول لانه صح انا معلومات صح صح مهندس هاي طبعا يا جماعه ياسمين راح ناخذ تنتين ان شاء الله مع بدايه الحراره وتبلش تطلع ورد هيك طب كيف تاخذ واحد انا اخذ الثانيه بصير تنتين ياسمينات تنتين بالدار ما لا في ياسمين عكس ياسمين شو ينحيف اوكي يا جماعه رجعنا على البيت طبعا ماما لسه بدها تجهز الاشياء اللي شريناها للزريعه او او الشتلات اللي شريناهم بدها تجهزهم عشان يصير شكلهم حلو فلذلك هذا حياخذوا وقت منها فبالفيديو الجاي حتشوفوا الشكل النهائي كيف حيكون اشكال الشتلات والاشياء اللي شريناها برا عند باب البيت حيكون شيء كثير خرافي شرينا كثير اشياء في اشياء ما صورناها بالفيديو شريناها فاهمين كيف فان شاء الله بالفيديو الجاي حتشوفوا شيء كثير حلو وهلا بما رجعنا على البيت ولسه في طاقة فحنروح أنا وبابا ووليد والشباب أصحابي كلنا حنروح نلعب كرة الطائرة فخليكم معنا حنلعب خفيف هيك لعبة طائرة خفيف طبعا بابا مش كثير بيلعب معنا بس أقنعنا اليوم يجي فلذلك يلا تابعوا الفيديو برافو عليك انا الشبكه ممتاز انا غلطان
ضرب جبل شعري ده على المكنه.